في العصور القديمة جدودنا كانوا يتبعوا في دورة الأرض حول الشمس باش ينظموا الوقت، وهكذا كانوا عندهم مواسم للزراعة والحفلات الفلاحية ديالهم. من بعد لحق الإسلام في شمال إفريقيا وجاب معاه حفلات دينية جديدة اللي يتبعوا دورة القمر. إما لجدودنا خلطوا شوية الحفلات القدم مع الجدد، وهذا الشيء عادي يصرى لكل المجتمعات في كل وقت وفي كل مكان. في الجزائر كان عندنا من بكري حفلة رأس العام اللي اسمها يناير، من بعد ولينا نحتفلوا كان برأس العام الهجري اللي يطيح ما بين واحد محرم وعاشورة. المسلمين السنيين في عاشورة يصوموا ويصدقوا، وكان اللي يروحوا للجبانة، وجدودنا زادوا لها شوية من عادات يناير. مثلا في ورقلة عاشورة يسموها بيانو. في بيانو الناس تلبس مليح، انسى يديروا الكحل والحنة، ولازم في العشاء كل واحد يأكل بزاف باش هكذا العام اللي يجي يكون فيه الماكلة والخير بالزيادة. وفي الصبيحة تاع بيانو الدراري الصغار يجريوا من دار لدار، يطقطقوا في كامل البيبان، يغنيوا ويقولوا لالا بيانو لالا بيانو، ونسى يمدوا لهم الفول والحمص المغليين. وخطرات كاين تاني جماعة اللي دير الكارنفال، كل واحد وش لابس مغطي وجهه، وفي وسطهم عبد يبان كبير في العمر يسموه شايب عاشورة، والناس تضحك وتشطح معاه. هاد الشايب يمثل زعمة العام اللي فات واللي رايح يموت باش يخلي العام الجديد يدخل. بكري كانوا هاد العادات والتقاليد موجودين في كل شمال إفريقيا. اليوم مازال نسمعوا شوية بحفلة بيانو في الصحراء ما بين ورقلة ومنطقة تيميمون، وحتى في المغرب وعند التوارك تاع النيجر. في الشمال بقات لنا العادة تاع العشاء المليح والفول، بالصحراء حد الحفلة تاع الكرنفال اللي كانت تفرح بزاف الصغار مع الكبار.